ينطلق الجمعة تربص متصدر البطولة الوطنية اتحاد العاصمة بمدينة قمرت التونسية وبالتحديد بفندق قرطاج طالاسو، التربص الذي سيدوم 10 أيام حسب ما حدده الطاقم الفني بقيادة الفرنسي روبرت فيليوت. ستتخلله 3 مباريات ودية أمام أندية تونسية من الحجم الثقيل، تتصدرها مواجهة الترجي التونسي، تليها مواجهة ثانية أمام النجم الساحلي، فيما سيكون اللقاء الأخير أمام نادي المرسى. ويذكر أن 3 لاعبين دوليين سيضيعون التربص، ويتعلق الأمر بالحارس محمد لامين زيماموش خوالد وكذا متوسط ميدان الفريق حسين العرفي.